اسمحوا لي كذلك أن أثمن بهذا الصدد الأدوار التي يقوم بها شباب الجزائر جميعاً الواعون الذين يواجهون يومياً جيوشاً إلكترونية مسخرة أو ذباباً إلكتروني مسخر لتشويه صورة الجزائر وإنجازات دولة الجزائر ولتشويه مؤسسات الأمة الجزائرية والتشويش على مسارات التنمية التي يقودها رئيس الجمهورية وفي تجديد طموحها ومشاريعها. ونثمن كذلك جهودهم في تعزيز التلاحم الوطني من خلال تعزيز التلاحم الإلكتروني بين مختلف القوانا الوطنية. فإذا كان لغيرنا جيوش تحمي الحدود فإن للجزائر سليل يثابر على الثغور دفاعا على هذا الوطن، وإن للجزائر جيوشا يتوزعون على جغرافيا الجزائر الاستراتيجية لأمن الفراغات من المواطنين النزهاء، وإن للجزائر أجهزة جيوش من الأجهزة الأمنية عينها حريصة للدفاع عن السيادة، وإن للدولة الجزائرية جيوشا من القيادات الوطنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية يسونون وديعة الشهداء. ويجب عليكم أبناء حركة البناء الوطني أن تشكلوا مع مختلف النخب الوطنية جيوشا من النحل الإلكتروني يقاوم الجيوش من الذباب الإلكتروني الذي يشوه صورة الجزائر المحروسة.